السما السبعة كلمة لما بنسمعها أذهاننا بتتفتح وكأن الروح شافت حاجة مش محتاجين نبص لفوق علشان نشوف، لأننا عارفين إن في مخلوقات بهية أكبر وأوسع من خيالنا وإدراكنا. الأرض كمان مليانة بالعجائب، كائنات حرة ماشية على خطة محكمة لا بتميل عن مسارها ولا بتتخطى حدودها، كائنات بتجمع في معاملتها ما بين القلب اللي هو الغريزة والعقل، طرق تعبيرها عن الاهتمام والحب. احنا كمان من ضمن الكائنات دي، الا اننا لو اتعاملنا بعقلنا بس مش هنلاقي طريق. واحد زائد واحد يساوي اتنين. العقل منصف لكنه جاف وقاسي، علشان كده بنحتاج على الدوام نغذي القلب نطعم الروح، خصوصا في عالم زي اللي عايشين فيه مستهلكين ومستهلكين. مش هنستهلك بعض كمان، محتاجين نعيش بالرحمة. ولو هنتكلم عن الرحمة مش هنلاقي أجمل من شهر رمضان لتجلى فيه تلك القيم الروحية والإنسانية، سواء كان الناس على آخر حد سكاني أو في قلب الزحمة. بيجيلنا رمضان شايل فانوس وكأنه نيروز مارس طقوس العبور من الدين للناس، والفانوس في مصر قديم بعمر المعابد. إذا معرفة الإله واكتشاف النور اتغيرت أشكاله وخاماته وتفاصيله على مدار السنين، لكنه لا يزال أجمل وحدة إضاءة تصنع البهجة وترضي الروح. والنهاردة من حضن خشب قديم طيب هنعمل وحدة الإضاءة دي، تقدر تستخدمها كطقطوقة تحط عليها كتبك اللي بتداوم القراءة فيها، أو تتلو وتتعبد في أجواء هادية بإضاءة خافتة. تقدر كمان تحط عليها مشروبك المفضل وهتكتشف انك بتشوف مشروبك بألوان جميلة وكأنك أول مرة تشوفه. كمان تقدر تاخدها معاك أي مكان، بلكونة أو جنينة. تقدر تستخدمها ككومودينو، كومود يعني، وتحط عليها تحفك لو غاوي أنتيكات زيي. والأهم من كل ده إن لما يجي شهر رمضان تقدر تخليها فانوس. ومش بس فانوس، لا فانوس وفي مبخرة كمان عشان نبخر البيت طول شهر رمضان وأيام الجمعة. وعلى الرغم من ان الفانوس نفسه مضيء ومدعوم بخيش علشان يمتص ويوزع الضوء، ولانه كمان مصنوع من خشب قديم، الا ان اي تغيير في مصدر الاضاءه حوالين الفانوس هيأثر على مظهره، وكانك بتشوف الفانوس كل مره بشكل جديد سواء بالنهار او بالليل. خليكم معايا للنهايه، واحده بواحده هنشوف هنعمله ازاي مع بعض. صحيح، بالمناسبه كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. لو دي اول مره نتقابل انا وائل وهنا بيبي ورشه، يلا بينا. كانت دايماً المشكلة اللي بلاحظها في الفوانيس عامةً سواء حجمها كبير أو صغير، إنه بعد الشهر الكريم ما يخلص هنعمل فيها إيه؟ بنحتاس نودي الفانوس فين، خصوصاً لو حجمه كبير؟ نعينه في البلكونة، نشونه على السطوح، ولا نسيبه في الشارع الشمس تاكله والعيال تكسره؟ فكان ضروري أفكر في حاجة عملية، زي ما تعودنا هنا مع بعض في بيبي ورشة إننا نعمل لكم تصميمات أصلية اقتصادية عملية مفيدة وموفرة للمساحة. ايه المانع ان نعمل تقطوقة؟ قطعة ديكور تاخد طابع مصري، شكلها في الكلوري، تبدو عليها السماحة ومحصنة بالمحبة، وكأنها شجرة حية واقفة في عالم جاف. نستخدمها 11 شهر كتقطوقة، ولما يجي شهر رمضان بتتحول لفانوس. اخدت وقت في دراسة الاسكتشات، مهتم بكل تفصيلة مع مراعاة طبعا طبيعة الخشب اللي هشتغل عليه، لاننا هنا بيبي ورشة اصدقاء للبيئة، بنعيد تدوير الخامة ونديها ما تستحق من الاهتمام اللي بيتناسب مع طبيعتها. والنهارده وبصحبتكم الممتعة هنعمل الفانوس من الخشب. الخشب طول عمره مقدس من قديم الأزل، وهو التكوين الأساسي لأي مكان روحي، بداية من قلب المعابد وصولا لبوابات ومداخل الأضرحة المقدسة. حتى البيوت القديمة نلاقيها مليانة حياة، فيها روح في كل تفصيلة لكل شباك ومشربية، وكأن الخشب هو الوسيط ما بين الحياة والموت. محتاجين نطلع على السطوح نتواصل مع الخشب القديم الطيب ونقول له كفاية كده بقى، دلوقتي هتبقى حاجة تانية، حياة تانية مستنياك. وعلى قد حرفية المعلمين اللي اشتغلوا في الخشب، إلا إن في أجيال جت بعدهم ضربت فيه مسامير. ومش محتاج أفكركم إننا هنا بنمارس النجارة بدون مسمار، المشاهدين القدام عارفين كده كويس، ولو حضرتك مشاهد جديد ارجع بص على الأفلام اللي موجودة في القناة هتلاقيها كلها بدون مسمار. العلاقة بين بيبي ورشة والمسامير الحمد لله في صراع ونزاع دائم. أول حاجة هنبنيها في الفانوس هي الرجول، وفوق منها القعدة. أي كسور أو شروخ موجودة هنخليها ونكمل عليها. هنجمع الرجول بزاوية 45 لأنها أفضل تعشيقة مناسبة للرجول في تصميمنا، وزي ما تعودنا في كل مرة أحب أأكد إن أمانك وسلامتك أولا. خليك حذر وحريص وإنت بتتعامل مع الآلات والمعدات الحادة. بساوي الخشب الأول على زاوية 90 ومنه أخده على 45.
وعلى منشار الديسك وبيتم توحيد طول الاربع رجول علشان مقاسات تطلع مظبوطه، ومن اطراف الزوايا نبدا ناخد ال 45. المثلث ما بين ال 90 وال 45 مهم جدا نحتفظ بيه، لانه دايما بيكون زاويه قايمه، بقدر استخدمه كدعامات داخليه لاي زاويه 90 درجه. المهم مش هنخلي الرجول مصمطه، طبعا هنعمل عليها فارمه او كورنيشه، ما تستحقش اننا نسميها قايمه، لان القايمه هي اللي فيها رسم كتير وشغل حفر بارز وغائر، انما هنا التصميم ساده، لكن بنحاول نطعمه ببعض الفراغ والميل والمنحنيات اللي بتكسر حده كتله الخشب اولا، ونجود مظهرها ثانيا، وثالثا نطلع بتصميم فريد بيحقق كل المواصفات المطلوبه في اسس تصميم العماره الاسلاميه، بنكهة مصرية طبعا، لكنه في نفس الوقت ما بينتميش لأي طراز إسلامي، لأنه ببساطة بينتمي لنفسه. بعد ما فرغنا الرجول على منشار النماذج، هنحتاج نكسر سوكة الخشب بسنة زخرفة. هستخدم ريش الراوتر في عمل الحلية اللي دايما بتتسمى على اسم الريشة اللي عملتها. أنا هنا هستخدم الريشة المدرجة دي، وبالتالي هيطلع شكل الحلية عكس شكل الريشة، وطبعا ده بيعتمد على قد إيه أسلحة الريشة داخلة جوه الخشب. سنة صنفرة خفيف علشان أشيل الريش، وأشيل كمان طبقة الشمس والتراب، لأننا محتاجين الخشب يفضل بمظهره القديم. الرجول هتتجمع وتتسند بدعامة، وطريقة التجميع هتكون إني بشق الخشب بالطول وبركب له ولدة تبلكاش، وبكده تبقى التعشيقة ماسكة القطعة كلها ولكن مدفونة. والشقة هيكون على منشار الطاولة، لأن سمك سلاح المنشار هو بالظبط سمك خشب الأبلكاش 3 مللي. بظبط عمق السلاح ومكان الشقة في الخشب وأثبت دليل وأبدأ القص. بحضر شرايح الابلكاج بضعف ارتفاع السلاح، وبالجايون بشيل سن الخشب عشان يعشق مكانه كويس، وتبقى كثافه الغيره متوسطه علشان الخشب قديم وعطشان فيتشربه على مهل، وابدا التجميع. باخد ابعاد الرجول عشان ابدا احضر القعده، او خلونا نسميها ارضيه الفانوس. باخد مقاساتي وبظبط الزوايا والمسافات والابعاد. احب ان القعده ما تكونش لازقه ببعض، يكون في فواصل بين كل لوح والتاني، وده هيعزز قيمه ان الخشب قديم بالفعل. وكمان هنخليها اعرض من حجم الرجول ب 4 أو 5 سم. هنقلب الارضيه ونقلب الرجول ونوسطنها كويس، ونثقب ونثبت الكوايل من تحت من ناحيه الرجول عشان تبقى مدفونه، وبوصل بيها لغايه نص سمك الارضيه، واركب واجمع واشد بالقمط واسيبها تنشف. هنيجي لسقف الفانوس، شوية خشب اهم واخدين كيرفات، أحافظ عليهم زي ما هم، أنا بس هوظف وجودهم، ومنطقي إن راعي إن مساحة السقف تكون أعرض من مساحة الأرضية، هنقطعهم بزاوية 45 زي ما عملنا في الرجول، ونشوف هنجمعهم إزاي. ودي المثلثات الباقية، لو حبيت ممكن أستخدمها كشكل هندسي، لكن أنا يهمني دلوقتي طريقة تجميع الزوايا دي. ممكن أجمعهم زي الرجول بشرايح أبلكاش ماشية بالعرض، لكن شكلهم هيبقى قاطع، أو إن أجمعهم بالتلسين نقر ولسان بنفس شكل دوران السلاح، وكنت هعمله في التلت الفوقاني من السقف، إلا إن العالم اللي جاي منه الخشب ما ادانيش مساحة للاختيار، كان في مكان تشريح قديم مش هينفع يتدارى. خلاص نمشي عليه بعرض الخشبة ونمسكهم بشرايح أبلكاش. نرجع لمنشار الطاولة، بظبط عمق دخول السلاح جوه الخشب وبظبطه على العلام اللي كان موجود، وأبدأ التفريز. السلاح كان داخل 1 سم جوه الخشب، يبقى شرايح الابلكاش عرضها 2 سم الا ملي، وراعي طبعا ان طول الشرايح يكون كافي، لان الشريحه هتقف في كورنر، فمش عايزينها تاثر معانا والافريز يبان. انعم الحواف والسوك عشان تعشق مكانها، واجمع واشد وقرت واسيبها تنشف. نرجع للقعده، نشفت تمام. هحتاج اطلع من الارضيه باربع عمدان. دي قرمة عرق هشقها بربعة، وهتبقى هي دي القوايم اللي ماسكة الأرض بالسقف وشايلة الفانوس.
ده هيبقى شكل الهيكل الخارجي وقوايم الفانوس. اظبط المسافه بين القوايم، لان في الجزء العلوي ناحيه سقف الفانوس هركب فرنتونه. فرنتونه تمسك السقف بالقوايم، وهتبقى هي دي عصب الفانوس، نقطه ارتكاز القوه، وهعملها من قطعه الخشب دي التي تبدو بلا قيمه. هنشرحها وناخد منها خشب الفرنتونات. وبالمره نشق شويه مراين نعمل منهم الشبابيك والدوسر اللي ماسكاهم. الدوسر اللي هي قطع الخشب الصغيره اللي بتربط الخشب ببعض كده. القرمه بعد ما اتشرحت وجمال الخشب الداخلي بان، ودي السدايب ودي القوايم. هنعمل في الفرنتونه اللي فوق زي ما عملنا في الرجول، لكن هنخلي الدورانات اكبر واوسع شويه عشان تريح عينينا، والضوء لما يلمسها يمشي بسلاسه من غير اي ظلال حاده. من المعتاد ان الفرنتونه بتركب في قلب العمود، لكن انا هنا هركبها لاتش على وش القايم، لان هعمل تحت منها شباك هيسلموا بعض بارز وغائر هنشوف دلوقتي. بقطع كمان السدايب نسبه وتناسب علشان يعملوا شباك مستطيل يركب بين القوايم، فهنحتاج نقص 16 قطعه يعملوا 4 وحدات شبابيك، والشباك هيتمسك بثلاث دوسر او سدايب، واحده في الفرنتونه واثنين في القوايم، هيتجمع على زاويه 45 ويتعشق بالافاريز وشرايح الابلكاج، والدوسر هتركب بالنار واللسان. بسوي القوايم واوحد طولها علشان من هنا هبدا اقيس بالملي، ارقمهم وارقم اماكنهم في ارضيه الفانوس، واحدد كمان الاتجاه الداخلي والخارجي لكل قايم، ايه اللي هيبقى باصص لبره وايه اللي باصص لجوه. كمان كل قايم هيكون فيه من فوق ومن تحت لسان، بحدد مكان اللسان اللي فوق الاول وعلى اخره، وببدا احدد بدايه الفرنتونه، وهتكون هي دي المساحه اللي في قلبها. هعمل نقرين واركب لسان خارجي. مش محتاج اعمل لسان طويل علشان ما اهدرش في الخشب اولا، لان السدايب اللي عندي طولها محدود ومش عايز ادخل خشب جديد عليها. ثانيا طول اللسان مش دليل الكفاءه، المهم يكون على المقاس تمام وفي مكانه الصح. ضروري كل جزء اقايفه واجمعه اعلمه، لان الدنيا هتفتح مننا دلوقتي وهنحتاج دليل وعلام كتير. وبنفس الطريقه ابدا امشي بالترتيب، يعني انا عملت الفرنتونه بين القايم 1 والقايم 2، هبدا اركب الفرنتونه بين القايم 2 والقايم 3، والقايم 3 و4، ومن 4 برجع تاني لواحد. كده القوايم مع الفرنتونات متظبطين ومترقمين وكل واحده في مكانها، لكن مش هجمعهم دلوقتي. ومن قلب الفرنتونه هنزل بدوسر اللي هتنزل لاتش من ظهر الفرنتونه لظهر الشباك، وفي القوايم هتتحسب كده كمان، بحيث يكون الشكل مدرج. فرنتونه عاليه، دوسره واطيه، شباك عالي، الطراز المدرج المجسم ده. وعلى الرغم من ان الدوسره صغيره، الا اننا هنعمل لها لسان علشان لما نعشقها واحنا بنجمع الشكل تدار على مكان النقر تحت منها، وده بيخلي تجميعه الخشب شكلها رشيق ومريح للعين، وهحتاج منها 12 قطعه. الخشب كبير في السن والقطع الصغيره منه هزيله، يا ريت لما نقصها نقصها بايدينا، مش محتاجين نستخدم اي باور تول هنا. في الاول كنت بقطع بمنشار سحقه ولكن سنونه قويه شويه، فاستبدلته بمنشار سنونه صغيره عشان القصه تبقى ناعمه. باخد عمق ومقاسات اللسان وبحدد مكان النقر من على وش ظهر الفرنتونه، علشان اللسان لما ينزل في مكانه الخشبه من ورا تبقى مستويه، لكن من قدام تبقى مدرجه طالع وداخل. وزي ما عملت مع الفرنتونه هعمل كمان مع الضلع الفوقاني من كل شباك، وهعمل كده كمان في الجوانب. ولضمان ان كل حاجه تبقى في مكانها هجمع الشباك الاول عشان المقاسات تبقى في مكانها تمام وما فيهاش اي ترحيل. الشبابيك هتكون في نفس مستوى القوايم، هاخد علام او شرب يحدد لي مكان الشباك فين بالظبط من وش القايم، لان دي المساحه اللي هشتغل فيها وهعمل النقر. واجمع الشباك بنفس الطريقه اللي جمعت بيها سقف الفانوس، وهعمل حليه في الوش في السدايب من بره ومن جوه، وبالتالي لازم اركب شرايح الابلكاج بالعرض في التلت الوراني من السدايب. وبالمناسبه الحاجات الصغيره دي اقدر افرزها بريشه الراوتر، بس تكون 3 مللي نفس سمك الابلكاج، اربع رجول متصلين وممسوكين مع بعض باربع تعاشير بتثبت فوقيهم قاعده، طالع منها اربع عمدان
ماسكين في سقف مكون من 4 قطع ماسكين في بعض ب4 تعاشيق، والعمدان والسقف ممسوكين في بعض ب4 فرنتونات. بين كل عمودين وفرنتونه شباك مكون من 4 قطع وممسوك ب4 تعاشيق، متعلق بينهم ب3 دوسر ماسكينه في القوايم والفرنتون. كل شويه قطعه جماعه مع بعض بيعملوا منظوم، مفيش قطعه لوحدها بتغرد بعيد عن السر، كل قطعه بتخدم الشكل العام لانها بتفضل تتكرر لغايه ما تعمل وحده، الوحده تتكرر لغايه ما تعمل كتله، والكتله تتكرر لغايه ما يعملوا كيان. كل قطعه ببساطه هي جزء من الكل، وده بيخلي الفانوس في منتهى المتانه ومنتهى القوه، يشدوا بعضه بعضا كالبنيان المرصوص، وده من اهم المحاور للثقافه والعماره الاسلاميه. دلوقتي وقت ان نعمل اللسان في القوايم من فوق ومن تحت. هستخدم الراوتر في عمل اللسان. علشان نعلم مكان النقر في الجوانب مظبوط، هبدا من فوق لتحت اركب وعشق الخشب في بعض. الفرنتونه على اخر اللسان تنزل بدوسها على الشباك، وهنا ابدا اخد مقاساتي، وبنفس الطريقه اللي عملت بيها النقر واللسان في الضلع الفوقاني اعمل الجوانب كمان. اخر حاجه قبل التجميع هكسر سكه الدورانات في الفرنتونه وزاويه القايم اللي من بره وحواف السدايف في وش الشبابيك. هصنفر الخشب على الناعم لان محتاج تأثيره القديم يفضل موجود، اكشف بس وش الثمره ونبدا التجميع. الخشب هيكون ليه ترتيب في التجميع، هبدأ ما بين القايم 1 و2، هنجمع الفرنتونة مع الشباك، وبعدين الفرنتونة والشباك مع أي ضلع من الأضلاع، والضلع التاني ينزل عليهم، والترتيب ده اللي هتبعه في تجميع ال4 جوانب، أجمعهم وأشد عليهم كويس بالقمط، أسيبهم ينشفوا ونطلع بريك ونرجع تاني. الشرانجي، أويماني، كورساجي، بوياني، ستورجي، مكانجي، عرجع مكانجي، عرض حالجي، بصمجي، رسماجي، كبابجي، كبابجي، كفتاجي، صفراجي، شورباجي، أهواجي، بوستاجي، لومانجي، حلانجي، بلطاجي، جواهيرجي، تكساجي، مكواجي، جزماجي، بوستانجي، صابونجي، أكزخانجي، حلمانجي، كوانجي، حلوانجي، كمانجي، أونطاجي، أمشاجي، وحورتاجي. ده كتاب، لما احب انسبه لنفسي بقول كتابي بضيف الياء، لما احب انسبه ليك بقول كتابك بضيف الكاف. ده بالنسبه للغه العربيه، انما بالنسبه للغه التركيه بيتم اضافه جي في نهايه الكلمه عشان يحولها لمهنه، والعاده دي مستمره من ايام الدوله العثمانيه. على سبيل المثال في عالم النجاره في شخص اشراجي بيزرع القشره على الخشب اشبه بورق الحائط على الحيط. الاشراجي كلمه مكونه من جزئين، قشره وجي، قشره جي، استر جي، ستورجي، ستورجي، وده العامل اللي بيتهن الخشب بالجملكه لانه بيمشي في سطور فبقى استر جي. عرض حالجي، عرض الحاله دي وثيقه بيقوم بها موظف في الحكومه، حاليا اسمها بيان حاله، بيان حاله وظيفيه، واللي كان بيقوم بالمهمه دي كان اسمه عرض حالجي. بصمه جي، ورد السجون لومان جي، والشخص المتلون اللي في كل موقف بحال اسمه حال انجي، واللي دايما ماسك بلطه في ايده اسمه بلطا جي. وبمناسبه بلطاجي، الكلمه في الاساس كلمه لطيفه، والبلطاجي دي كانت مهنه ايام محمد علي، كانت كتيبه بتسبق الجيش تمهد له الطريق انها تقطع الشجر اللي في الطريق او اي زرع، ولو في اي عوائق او حواجز بتكسرها استعدادا لقدوم الجيش. وسنه 1827 افتتحت مدرسه التمريض، وكانوا بيروحوها البنات، كانوا بيلبسوا ابيض طبعا، فكان شكلهم ملفت جدا في الشارع، وده استدعى ان الشباب بيعكس البنات في الرايحه والجايه. محمد علي وقتها اصدر امر لفرقه البلطجيه انهم ينزلوا يحموا البنات دي، اللي رايح المدرسه يوصلها واللي راجع البيت يوصلها بقوه القانون. ومع الوقت اتلغت المهنه وبقوا البلطجيه هم اللي موجودين في الشارع. من المهن كمان امشجي، ك
كانوا الناس اللي بيسبقوا العربيات اللي راكبينها عالية القوم بيوسعوا لهم الطريق. الكلمة اللي كانوا بيستخدموها في الوقت ده وسع يا جدع، كانوا بيوسعوا الناس قدام العربيات. أوانتاجي، أوانتا اللي هي الوهم أو الخيال، فالأوانتاجي اللي هو بيبيع الوهم أو الخيال بيخدع الناس. حوارانجي أو حوارتاجي، وده الشخص المحاوراتي أو اللي بيحاور طول الوقت. لو عندكم أي كلمات تانية نضيفها للكلمات دي أحب أسمعها في التعليقات ونطلع نكمل. الحمد لله على السلامة. الغيرة نشف كده تمام، نفك القمط. الكتلة متماسكة جدا ومتينة، منتظمة وقوية، ارتكازها وتوازنها كويس، التكرار والسيمترية اللي فيها متناسق. تمام التمام. هنبدأ نثبت سقف الفانوس على الهيكل بتاعه. أخد علام لسان كل قايم، أراعي طبعا يكون المكان مظبوط، ويفضل أوزن على خط الزاوية الفاصل ما بين كل قطعة والتانية. وانا كنت عامل في حسابي ان اخلي طول اللسان اقل من نص سمك السقف علشان يدوب يلمس الابلكاج جوه. وهو متركب شحت كده متماسك، واكيد احنا مش هنستخدم مسامير لكن هنستخدم غيرها، ولكن لتاكيد وضمان المتانه انا هركب كوايل. وافضل طريقه ان اعلم بها الكوايل في اماكن زي كده ان استخدم مسامير، بندق المسمار في المكان اللي عايزينه، نقطع المسمار نصين وكانه مسمار بسنين، وننزل بالقطعه الثانيه، وبكده بتكون الثقوب قدام بعض تمام في نفس المكان بالملي. وبكده نبقى مش محتاجين اجهزه غاليه ولا حاجه عشان ننفذ الخطوه دي. نخلع بقى المسامير ونقول لها شكرا، وبحدد عمق دخول الكوايل، اغري واشد واربط وامر واسيبها تنشف. دلوقتي انا هثبت النص الفوقاني من الفانوس في الارضيه، وضروري يكون الجزء ده قابل للفك والتركيب. اول حاجه هعملها ان احدد اماكن النقر، اظبط الرجول كويس، اوازن المسافات والابعاد بينهم، واعمل النقر بتاعي. واحب افكركم ان كل الادوات والمعدات المستخدمه في الفيلم ده سواء اليدويه او الكهربائيه مكتوبه في وصف الفيديو بالعربي والانجليزي، ابقى بصوا عليها اكيد هتنفعك. انا كنت ناوي اشق اللسان اللي في القايم من تحت واركب له اسفين، ولما يتدق عليه فاللسان هيتفلق ويتحشر في ارضيه الفانوس، ولكن غيرت رايي وقلت هنركب الاسفين جنب اللسان. والاسفين ده طبعا بيتشال ويتركب عادي. هو دلوقتي أشبه بكرسي وكرسي متين كمان. جوه الفانوس هعمل وحدة إضاءة خفيفة أشبه بالكلوب، مكونة من أربع سدايب رفيعة هثبت عليهم خيش، متقفلين بسدايب من فوق، ومن تحت هيمسكوا بكوايل في قاعدة الفانوس. الكويل هيتثبت بغيرها في نهاية السدايب، وهيتعمل له مكان في القاعدة بحيث يتشال ويتركب. أحب كمان أركب عقد نور، عقد النور في فواصل بين كل لمبة والتانية، وده بيدي إحساس لطيف وإضاءة هادية، إنما الليد لمباته كلها لازقة ببعض، فإضاءته جوه الفانوس هتبقى زيادة عن اللزوم. أركب مسامير على سدايب من جوه بدرجة ميل، وكأنها شماعات أعلق عليها عقد النور. أقدر أستخدم المسامير المقفولة أو المفتوحة إن أنا أعلق عليها عقد النور، بس أنا هستخدم مسامير الشيشة العادية. هنكسي ونجلد السدايب بخيش، والخيش انواع كتير، اهمهم الخيش التقيل اللي بيستخدم في التفصيل والشنط، في منه الخفيف، وده اللي هنستخدمه للتصميم اللي معانا. انا اخترته لانه شبه شفاف، هيسمح لي اشوف الاضاءه من جوه، والاضاءه كمان هتقدر ترمي بره، وفي نفس الوقت ستر الجزء الخاص بالاضاءه. اقدر استخدم في التثبيت دباسه الخشب، لكنها قويه وهتاذي الخيش. انا هستخدم دبابيس التنجيد، وهختار منها الدرجه الفتحه. بقص الزيادة وراء ان يكون في جزء اشبه بالستارة، اقدر اغير منه اللمبات او اعيد ترتيبها. هنعمل قبة الفانوس، اربع مثلثات قد بعض متفرغين، وابدأ اجلدهم بطفش خشب، والطفش هو الخشب القديم المتهالك، في الغالب بيكون خرج من الخدمة خلاص ومدة صلاحيته للشغل انتهت. اراعي طبعا الارتكاز والتوازن والسيمترية في التصميم، وانا بجلد المثلثات هتعمد احط الطفش تحت بعض واسيب فراغات، او ان اكسر الخشب نفسه واعمل بينه فراغات. احتاج الفراغات انها تسرب لي جزء من الضوء، وتسمح كمان لدخان البخور انه يصعد بين الشروق والشقوق بأريحية. واللي بنعمله ده كمان ثقافة معمارية اسلامية بحت، التصميم دايما وابدا بيكون
هدف، مش مجرد شكل جمالي بس، بالإضافة لأننا هنا بيبي ورشة مش بنستهلك الخامات ودايماً بنضمن الاستدامة والعمر الطويل لمنتجاتنا. فلسفتنا كمان إن مش بس المنتج معمول من أحسن خامة، لكن قيمة المنتج نفسه بنخلق له كيان، إحساس، شخصية، تحس إنه قديم، تاريخي، أزلي، وكأنه جاي من وراء التاريخ لكنه معاصر. دي قطعة إزاز كانت على ساعة قديمة أركبها في وسط سقف الفانوس تحت القبة، بحذر وحرص بألمصة الإزاز أبدأ أقطع، ممكن أدي مسحة جاز عشان تسهل القص. الحواف بتكون حادة طبعاً، فبأي صنفرة ناعمة أو حجر سن أو مبرد حدادي وأشيل الحواف. القبة كده مسكت نفسها ونشفت، هتحتاج طبعاً سنة صنفرة، وكمان هنعمل فوق القبة مئذنة لأنها أهم عنصر في الطراز الإسلامي، تكمل جمال الفانوس وتخلي تكوينه ممشوق ومنطلق للسماء. بنعمل قطعة تتوارثها الأجيال وكأنها جسر ما بين الأسبقين والقادمين. بنقدم منتج نحترم بيه أنفسنا وعقولكم، بكل الحب بنعمل اللي بيرضي ضميرنا، لأن ظهورنا على الشاشة قدامكم أمانة ومسؤولية. ووسطاً الإزاز وسط سقف الفانوس أسيب 1 سنتي من كل ناحية، بحدد قيمة السمك 2.5 ملي، بظبط الراوتر على المقاسات دي وأفرز الفراغ من جوه عشان يبات في الإزاز، وبكده خلاص تبقى تقطوقة. هندي وش أو 2 ورنيش وقرعن يكون خفيف عشان الخشب يشربه ويملى الشقوق، وزي ما قلنا قبل كده الورنيش بنكسره بنزين عشان لمعته تزيد. الخشب قديم والزمن والشمس مأثرة فيه، جماله الحقيقي هيظهر بعد الرش. عقد النور هيكون لون واحد بس، في الحالة دي أصفر. ما ينفعش هنا أبداً نحط عقد نور بيقلب ألوان، واخترت الأصفر لأن اللمبات الصغيرة ورا الخيش هتبدو وكأنها نجوم هائمة حالمة حرة، كأنها ثريا سارحة في قلب الفانوس. استنى لآخر الفيلم بعد ليتر، هتلاقي صورة مصغرة الفيلم اخترتهولك مخصوص، هيعجبك، اتفرج عليه. وفي النهاية أحب أفكرك إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أتمنى الفيلم يكون عجبكم، وأحب أسمع رأيكم في التعليقات، ولو عندكم أي استفسارات أو تساؤلات بخصوص الفن أو التصنيع أرحب جدا أن أجاوب على استفساراتكم وأننا نفتح حوار من خلال التعليقات. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير، ونتلاقى على خير قريب. ليتر.